وسعيا لتحويل دولة الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي. تعمل وزارة التجارة والصناعة على تشجيع الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار المباشر عبر العديد من المشاريع والقوانين والإصلاحات التشريعية. تحت عنوان الواقع الاقتصادي وتطلعاته على بيئة الأعمال، أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية لقاء مفتوحا مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان لبحث أهم التحديات التي يشهدها الاقتصاد المحلي وبيئة الأعمال. السعي نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي متطلب في متطلبات عدة. في ظل تنافس الموجود العالمي، الكل يريد أن يستقطب الأموال المختلفة، فعندما أنت يعني ربما تتفوق على نفسك ولكن قد تكون متأخر، لا تكون يعني غيرك يعمل بشكل أسرع. ولعل وعسى يعني إحنا ممكن يعرف دولة مؤسسات تعديل القوانين. اقتصاد دولة الكويت يؤكد صلابته وقوة قطاعه المالي والمصرفي وانفتاحا وتنوعا عبر سياسات انتهجتها الدولة تعزز النمو المستدام. التحديات باستمرار موجودة، سواء كانت تحديات إقليمية أو تحديات محلية، ولله الحمد البيئة الاقتصادية في الكويت يعني فيها استقرار كبير، ولكن ما يمنع هذا من مواجهة واستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. تطلعاتنا اليوم في هذه الندوة إن إحنا نشوف الكويت كدولة وكحكومة شنو المرحلة المقبلة اللي إحنا راح ندخلها، وإحنا كونه كقطاع خاص شنو دورنا في تنمية الاقتصاد الكويتي. أسماء السعدني، تلفزيون دولة الكويت.